مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة فيها فقرتين، وهنبتدي النهاردة حلقتنا من دولة الإمارات، من مدينة دبي، مدينة عالمية، مدينة منظمة، مدينة فيها قوانين، مدينة جميلة. تعالوا مع بعض نروح نشوف المدينة ونشوف أسلوب الحياة فيها بقى إزاي، ونرجع لكم تاني. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة هنبتديها بشكل مختلف، هنبتديها من بلد السحر والجمال، هنبتديها من دولة الإمارات العربية، هنبتديها من دبي بالأخص. شفنا بلد جميلة، شفنا بلد منظمة، شفنا بلد فيها قانون، شفنا بلد فيها جنسيات مختلفة. يسعدنا أن يكون ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ محمد الكولي، مدير فندق ريجين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ. إحنا سعداء إن إحنا مع حضرتك النهاردة، وسعداء أكتر إن إحنا موجودين في دبي، وأسعدنا أكتر الحظ إن يكون مدير الفندق من الجنسية المصرية. أهلا بيك يا أستاذ محمد، وسعداء بيك، وحضرتك وجه مشرفة وشرف لينا كلنا. شرف لينا يا فندم، وأهلا وسهلا بيك في الفندق أورينت بالاس. أكيد طالما حضرتك موجود معانا يعني أكيد إن شاء الله الأمور هتبقى كويسة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن السياحة بشكل عام، وعن دبي بشكل خاص في السياحة، وعايزين نعرف السادة المشاهدين أنواع السياحة اللي موجودة عندنا هنا إيه في دبي. أولا السياحة في دبي بتنقسم لقسمين، اللي هي القسم الترفيهي والتسوق وقسم المعارض والمؤتمرات. القسم الترفيهي بيبدأ طبعا في فصل الشتاء، بيكون الإقبال عليها شديد جدا من أول شهر 9 لغاية شهر 4، ده بيكون موسم الشتاء ده للتسوق والزوار الإمارات بشكل خاص لدبي. أما بالنسبة لسياحة المعارض والمؤتمرات، في كل فترة وفترة بيكون في معارض الدولة هنا بتقيمها في دبي، المعارض هنا زي مثلا الجالف وود او البيج فايف او المعارض اللي هي الشركات من جميع انحاء العالم بتكون موجوده في البلد هنا، فبالتالي بيزور البلد في الفتره مثلا يكون فيها اسبوع المعرض او 10 ايام او اسبوعين، بيكون فيها فتره كبيره جدا، عدد كبير جدا من السياح من جميع الجنسيات ومن جميع انحاء العالم. والعماله، بالنسبه للعماله اللي موجوده في الامارات بشكل عام، هل هي عماله جنسيه واحده ولا جنسيات مختلفه؟ بالنسبة لعدد الجنسيات وعدد العمال الموجودة في دبي، فيها 205 جنسية، يعني ما يقارب 205 جنسية من جميع الجنسيات. الجالية الهندية والآسيوية بتكون طبعا سيطرة بشكل كبير، ده من الجالية الآسيوية. في الجالية العربية بيكون العدد الأكبر تقريبا الجنسية المصرية، بيكون هو أكبر جالية في الدول العربية. والعمالة متنوعة، يعني مثلا ما عندي ممكن تلاقي أكثر من 50 جنسية في فندق واحد من جميع أنحاء العالم، ففي تناسق. أكيد طبعا لما يكون في تعداد جنسيات ثقافات مختلفة واختلاف أكيد في كل شيء. طب بالنسبة للسياحة اللي موجودة في الإمارات أو في دبي، في إقبال على السياحة من جميع أنحاء العالم ولا فئات معينة؟ والله المؤشرات العالمية بتقول إن في دبي لغاية شهر 9 اللي فات ما يقارب من 12 مليون دخلوا البلد بشكل عام، ممتاز. يعني 12 مليون عدد كبير طبعا، عدد ضخم أكيد لدولة زي الإمارات، يكون عدد كويس وفي ازدهار دايما إن شاء الله. ودي جنسيات مختلفة ولا من جميع أنحاء العالم؟ يعني جميع الجنسيات بتكون موجودة، أنت لما بتمشي في الشارع بتشوف جميع الأشكال والألوان قدامك من جميع البلدان. طيب احنا لو حبينا نتكلم بقى عن دبي بشكل عام، رغم ان في 205 جنسية مختلفة، ولكن احنا شفنا نظام، شفنا بلد منظمة، شفنا بلد جميلة، ازاي قدروا ان هم يوصلوا للتحضر اللي موجودين فيه والنظام واللي احنا شفناه ده بشكل حضاري وشكل جميل، رغم ان في جنسيات مختلفة بتعمل داخل البلد؟ القيادة هنا في البلد وخاصة في دبي تحت رعاية الشيخ محمد، حتى قانون في البلد بيمشي على كل الناس الموجودة، على المواطنين والمغتربين، مفيش تفرقة بين ده مغترب وده مواطن، بيمشي على الكل.
فالكل لازم تكون مجبر تحترم النظام، عشان حتى لو انت مش منظم في سلوكك او في بلدك، لما بتيجي البلد بتجبر ان انت تمشي على السيستم تبع الدوله. يعني في قانون بيدي المواطن حقه، وزي ما هو ليه واجبات عليه حقوق، والقانون بيمشي على الكل، بيمشي على الجميع. فذلك ما بقاش قانون، بقى موضوع ان هو ثقافه بقت سايده، اتحول من قانون لتعود المواطن ان هو احترامه للقانون، ان بقت ثقافه ان هو احترام القانون واحترام البلد اصبحت ثقافه معتاده للمواطن والمواطنين. اي حد بيجي مختلف بيلاقي الثقافه دي موجوده من الشعب الموجود، فبيضطر ان هو يمشي على هذه المنهج وعلى هذه الثقافه وعلى هذا المنهج، ويكون مع المواطنين اللي موجودين هناك بنفس القانون، رغم ان هو يجهل القانون او ما شافش القانون بتاعها، ولكن هو شاف ثقافه من مجتمع متحضر، شاف ثقافه من مجتمع منظم، شاف اشارات مرور كتير احنا كنا شايفينها ما بيعديش منها اي مواطن الا لما بتديله الضوء الاخضر. العربيات نفس الوضع، السيارات نفس الوضع، شفنا حاجات كتير منظمه في هذه البلد وابهرنا النظام في هذه البلد. فعايزين نعرف من حضرتك بقى ونقول للساده المشاهدين رساله اخيره عن دبي. تقدر حضرتك تقول تختصر الجمله دي كلها، الحوار ده كله جمله واحده، بقى النظام هنا بقى اسلوب حياه. النظام بقى اسلوب حياه. خلاص اتعودت على كده، ما تقدرش تغير عن كده. لو رميت ورقه في الشارع هتتعاقب، هتدفع غرامه عليها. لو كسرت اشاره مرور هتتعاقب. مهما كان مين هلاقيها تعاقب. في كاميرات في كل مكان في البلد، في قانون بيمشي على الناس بحالها. عملت اي خطا هتحاسب عليه. ومع ذلك لو ما كررتوش في عفو كمان. يعني لو عملت خطا على سبيل المثال في اشاره مرور او خطا في السياره، لو عدى عليه سنه بتتشال. لو عدى عليه سنة بيتشال. يعني زي ما في قانون رادع في برضه ثواب وفي عقاب. في ثواب وفي عقاب. يعني لو الغرامة عدى عليها سنة من تاريخ ما عملتها وما كررتهاش تاني بتتشال. نقول للناس بقى ايه اللي بيشاهدونا، والسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا عشان نكسبهم للسياحة لدبي. دبي بلد جميلة وبلد متقدرة جدا بأهلها وبناسها وبمغتربينها اللي موجودين فيها. نتمنى اي حد يزور البلد اكيد هينبسط فيها بثقافه وحضاره البلد. صراحه بلد جميله جدا، وما تخسرش عن بلدنا، يعني اكيد بنحبها زي بلدنا مصر بالظبط. احنا بنشكرك النهارده في حلقه برنامجنا، واحنا سعداء ان احنا معاك النهارده. وتملي انا بقول جمله معتاده، ان احنا بنقول ان الحضاره واحترامنا للحضاره والقوانين والنظام شيء مهم في حياتنا واساسي حياتنا. طول ما في قانون رادع، طول ما في حق وفي واجب، طول ما احنا ماشيين مع بعض في حلقه واحده وفي دنيا واحده، لان كلنا بنتعاون مع بعض كمواطن ودوله، ودينا في دين بعض. واتمنى ان انا اشوف دول العالم كله المتقدمه ودول العالم كله العربيه بنفس هذا النهج الجميل، ان يكون في قانون رادع، يكون المواطن يحترم القانون ويحترم بلده. هتلاقوا كل الدول المتقدمة وكل الدول الجميلة زي الإمارات اللي احنا شايفينه فيها. وبنقول لكم في نهاية كل حلقة، اللي بيحب بلده يخاف على بلده. وإلى اللقاء. صباح الخير أستاذة هاجر. احنا النهاردة في فندق أوريجانيت، عايزين نكلم حضرتك بقى عن السياحة لأن احنا الوحيدة اللي هنا عربية قابلناكي. طبعا احنا هنا في دولة دبي، مفيش اي حد قابلناه من دبي خالص، واغلبيه الناس هنا كلها هنود وفلبينيين وصينيين، فما صدقنا لقينا حد عربي. انت من دوله ايه؟ انا اسمي هاجر. الاول اشكركم على هذه الفرصه، تسلية فرصه مشرفه، ومرحبا بكم في ريجنت بالاس هوتيل فندق اللي هو هندي بامتياز. هذا اول شيء. فصحيح انا العربيه الوحيده اللي كتشتغل في هذا الفندق هذا، الى جانب بعض زملاء عرب، بس انا البنت الوحيده. فبالنسبه لمدينه دبي، صحيح يعني قليل انك تلقى فيها عرب. اغلب الجنسيات من الجنسيات اللي كتاخذ واحد الحيز كبير في البلد هي الجنسيه الهنديه. هذه بامتياز، حتى صرنا في يراودونا الشكوك، احنا في الهند ولا في دبي.
بعد الجنسية الهندية كتجي الجنسية الفلبينية، من بعد الجنسية الإيرانية، عاد كنشوف الجنسيات العربية. ومن الجنسيات العربية الأكثر انتشارا في الإمارات جنسية ما شاء الله المزوية، جنسيتكم ما شاء الله كثيرة ربنا يخليك. أنا كذلك لما يعني ألقى شخص عربي أنا بفرح، لأنه تدمرت من اللغة الإنجليزية. كلمينا عن السياحة ومتعة السياحة هنا، وأنا شايفة كمان إن أنتوا ما شاء الله مستعدين للكريسماس بدري. نعم، فالسياحة في الإمارات السياحة يعني قطاع منتعش، ولكن ماشي على طول السنة، في بعض الأوقات في الهاي سيزن في اللو سيزن مثلا، بهذا الوقت اللي جيتوا فيه هذا الهاي سيزن ما شاء الله في دبي، في حركة وفي أماكن كثيرة يعني ممكن اللي كتجذب السياح لزيارة الإمارات أو زيارة دبي، لأن دبي هي المدينة الأكثر شهرة بالسياحة في الإمارات كلها. إيه هي الأيام اللي تكون فيها السياحة متواجدة؟ الشهور؟ الشهور بتبدأ السياحة يعني من شهر 9 لشهر 4. طب تحبي توجهي رسالة أخيرة للشعب المصري والإماراتي ودول العالم، تقولي لهم إيه لجذب السياحة في الإمارات؟ أولاً كنهن إخواننا الإماراتيين بهذه المدينة والدولة يعني الأماكن لأنهم ما شاء الله جميلة اللي كتستحق الزيارة فعلاً، وأي واحد كتلقى حلمه يعني أغلب الناس حلمها تجي لدبي. وإخوان العرب أنا كنقول لهم كنحبكم، و يعني كنتمنى لكم كل خير، كنتمنى دائما يكون السلام بيناتنا ودائما الحب بيناتنا، لأن إحنا إخوة كاملين. وشكرا على الاستضافة. بشكرك. مشاهدينا الأعزاء، ومدينة التواصل من داخل دولة الإمارات وبالتحديد مدينة دبي، فندق ريجين بلس بلس، وسعدنا أن يكون ضيفي وضيفكم اليوم مستر ليش. أهلا بيك، احنا سعداء ان حضرتك موجود في برنامجنا النهارده، وعايزين نتكلم مع حضرتك بقى عن السياحه. فالاستاذ محمد مدير طبعا الفندق، هنبتدي ان احنا نترجم مع حضرتك ونوضح للساده المشاهدين طبعا اراء مستر ليش اللي هيقولها للساده المشاهدين. فاحنا عايزين نقول له الخدمات اللي بيقدمها بقى هنا للسياح اللي بيجوا والمزارع اللي موجودين هنا والجست اللي موجود هنا. Hi, welcome everyone, ladies and gentlemen. This is Nikhilesh and I'm managing the front office operations for Regent Palace Hotel, which is in Dubai, United Arab Emirates. It's like we have a room, like 143 rooms hotel with all the facilities like gym, swimming pool, we have clubs, nightclub, restaurants, everything. Like it's a full service hotel. We are managing like our most clientele base is from India and across the globe, everywhere from the world. We are managing this hotel from last 20 to 25 years. It's like oldest hotel of Dubai. Recently we have coming up with one more new property which is at Business Bay. Apart from that we have a property at Al Barsha, we have at Old Mehta, we have at Al Fahidi Hotel. Like in Dubai, the hospitality is the major business. You can say that out of like 100% revenue, I think to the government, almost 60 to 65% revenue drives from tourism and hospitality. Apart from this, anything you would like to say, Koli? الأول هترجم اللي هو قاله. هو بدأ الأول بالخدمات اللي في الفندق بالمطاعم والصالون والساونا والجيم والخدمات اللي موجودة من غير الغرف، عندنا 145 غرفة. وبدأ يتكلم عن المجموعة اللي احنا فيها، اتكلم عن مجموعة فيها تقريبا أكثر من 47 فندق موجودين تبع الإدارة بتاعتنا في البحرين وعمان والهند وفي أبو ظبي وهنا في دبي، في فروع لنا في دبي في البرشا وفي دبي نفسها هنا تقريبا في المنطقة احنا فيها تقريبا في أكثر من 6 فنادق، وفي فندق 5 نجوم بيفتح في البيزنس بي
في ماركت دبي مول قريب بيفتح تقريبا في اكسابو شين بيفتح تقريبا بعد 6 شهور. دي بداية الكلام او ملخص الكلام اللي هو قاله عن المجموعة بتاعتنا. لو حضرتك برضو لو حبينا ان احنا نقول رسالة للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من جذب السياحة داخل دبي، نقول لهم ايه ونوضح لهم معالم السياحة في دبي. We have a lot to do in Dubai in terms of tourism. We have a lot of adventure activity which happens in Dubai. Majorly starts with IFG Park, which is one of the biggest amusement park. Apart from that, we have a garden which is the flower garden, which is like, you know, the Guinness World Record garden. You know, a lot of tourists come for this to visit this garden. They have already got awarded from Guinness World Book Record. Now started off lately from this month, from October to April, we have a global village where, you know, across the globe from everywhere people come. They have their own stalls and they have own shops there. It is one of the best places where you can have everything from all the continents. We have the biggest aquarium based out at Dubai Mall. Apart from that, a Burj Khalifa, that is one of the iconic building in Dubai, and the world's tallest building. So you can visit that place as well. There are a lot to do as far as the water park. They have Wild Wadi and Aqua Magica, which is based out at Atlantis, Dubai. And that's one of the good places for the kids and the families. Any other? او الاماكن السياحيه اللي الناس بتزورها زي مدينه اي ام جي، مدينه العاب ضخمه جدا، بدا بعد كده في ميريكل جاردنج اللي هي حديقه الزهور حديقه الزهور، وفيها كمان حديقه الفراشات، بدا كمان في اكبر اكواريوم في الشرق الاوسط اللي هو في دبي مول، ويتكلم عن برج خليفه والاماكن عامه اللي هي السياحيه هناك في منطقه نافوره ودبي مول وبرج خليفه. وبعد كده اتكلم عن اطلانتس، فندق ضخم جدا 7 نجوم في جزيره النخله، من المعالم السياحه اللي بتحب تزورها، من الاماكن المحببه عند الزوار الاجانب. طبعا بنشكرك النهارده في لقائك معانا في برنامجنا، واحنا سعداء جدا سو ماتش انت موجود عندنا، موجود النهارده معانا في برنامجنا. ثانك يو، سي يو سون توداي، ان شاء الله سون ويل كم باك اجين ان شاء الله. هذا فول بروجرام. ثانك يو سو ماتش. يو ار اولويز ويلكم تو دبي. اني تايم بيبل ار كامينج تو دبي. وي ار اولويز ويلكم تو ايفري ون. And you know that next year we are coming up with Expo, which is going to be a very big event on the world's platform, which will start from October 2020 for next 6 months. So we are coming, we are expecting almost 23 million people to drive in Dubai for this event. So hopefully welcome to everyone. Thank you so much. بشكرك وبقول لك هيفتح في ان شاء الله شهر 6 اللي جاي، افتح 27. فمتوقع او التوقعات بتقول ان ممكن يوصل البلد تقريبا 23 مليون سائح او زائر في الفتره دي، فتره اكسبو. فبرحب بيك وبقول لك شرف في اي وقت وقت المعرض ان شاء الله نكون متواجدين معاكم في المعرض القادم ونغطي الخير ومؤتمر اهل كايرو للمعرض القادم ان شاء الله، ويكون على مستوى طبعا العالم كله، ويكون موجودين معاكم دبي ان شاء الله.